وليد واو هورايزن زيرو داون 2 هورايزن زيرو داون 2 لا ما ظن لو قالوا كان قالوا غوريلا ستوديو غوريلا ستوديو ما ادري اسمه لانه قال هو قال قبل ما ننهي البث او الحدث في عندي شيء في قلبي ابغى اوريكم اياه لو انكم جايبين جود اوف وور بدل ذا احسن انا ضاق صدري يا رب اني فهمت كلامه غلط على سالفه تنبين هالبث والله اللعبه باينه رهيبه هذه يا اخي اوه ديمون سولز ديمون سولز صح ديمون سولز هذه دقيقه لحظه ديمون سولز ديمون سولز يا ديمون سولز يا حبيبي او ماي جاد يب لا ما اظن ديمون سولز ديمون سولز لا ما اظن ديمون سولز يا حبيبي ديمون سولز البوس ذا شايفه في اللعبه انا ديمون سولز قلت لك ديمون سولز اي والله ديمون سولز قايل لك ديمون سولز يب يا ولد الجوده اسطوريه الشيء الرهيب والله فور نبغى بلاد بورن يا اخي هذا اللي كانوا يتكلمون Here story come to a close. He's a story come to close. دقيقة. ذبح مية. Hey. 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 ذبح مية. What the fuck? قسما بالله العظيم إني صوت إيثن. سمعتني ولد ولا لا؟ ذبح مية ليش؟ Oh yo money fuck. ولد سمعني. اسمعك صوتك يوم يروح بالار تي اكس ترى لا رزدنت ايفل من البدايه مين سمعني او ماي جاد انا شويه يا وليد يوم قلت رزدنت ايفل يوم جاء دخل عليه واحد في القريه يب يب سمعتك يا اخي طيب دقيقه يا ولد لعبوا علينا لعبه غبيه جدا يعني في البدايه تحسها لعبه رعب تشطح شوي ما ادري جايبين شخصيات هم صاروا استقصدوا ما يورونك الشخصيات اللي نعرفها عشان نلخم في النهاية طيب طلع شكله واو وش ذا ماي جاد والله شكله حلو والله شكله رهيب والله شكله رهيب ماي جاد والله شكله رهيب حق الديسك موجود 2 USB والله شكله حلو حتى يعني عشان يطلع الحرارة من فوق والله شكله رهيب شركة سوني الله شكله رهيب حلو حلو الله شكله رهيب ما توقعت ابدا بشوف جهاز زي ذا الشكل تحسه كيس بي سي يعني يمكن يطلعون على يمين هنا 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 او ما اعتقد بيطلع لك السعر ميبي السعر تكفون الديزاين والله حلو الديزاين سعر اتوقع السعر بيطلع قوته خرافيه يعني السعر ننتظر السعر بحلو طالع شلون فتحت المراوح حق الهيت سينك يحبوا يورونك اياه كذا عشان ترى شوف ضبطنا لك المراوح ما عاد في ترى نظام ال ايه اوه في نوعين في سلم والعفدي يعني بو بو عفدي لا 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 اعتقد 1 تيرا و 2 تيرا اللي ما يبي ديسك اللي ما يبغى ديسك يشتري نايس والله ما يبغى ديسك حلوه انا عن نفسي ما راح اشتري الديسك دور سنس حلو تشارجنج ستيشن كاميرا الظاهر يعطونك اياها اتش دي كام بعد اكيد مع السوني اذا تبغى تشتريها سماعات وريموت سماعات رهيبه اشوف الله الجاد فول حقتهم والله باينه رهيبه يا ابو عيده فرقه شكلها حليوه يا هلو
ممكن اشتري على بلاي ستيشن 5 على الانريل انجن 5 الجديد حقهم حق ايبك. اه بخلونا حصري عاد على ايبك ما تلقاه على ستيم. اكيد اكيد. Godfall is still in development. Godfall. So some things will change and improve in the final product, including visuals and performance. بيغيرون فيها يقول لك الان هي في التطوير. In a brand new high fantasy universe filled with heroic knights, arcane magic and forbidden realms. والله يا اخي فيها تصميمات رهيبه. طقم بلاي. واو. Air and fire. You play a Valorian knight, a godlike warrior able to equip Valor plates. حلو قام بلاي يجيك زي كذا. هسه زي كريتوس. زي قاعد فور القديمة. مو جديدة طبعا. الجديدة والله فيها نفس الحركات بس القديمة أكثر تحس. واو لا دقيقة دقيقة ما أخذها من قاعد فور بس ما أخذها بعد من ألعاب ثانية كذا ألعاب بسرعة فيها. دارك سول. لا دارك سول ما فيها ذي حركات الداش والدزة كذا السريعة. لا 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 أنا أقصد عن اللي تحس الأسلوب. الحركة. Team wanted to do something different. We wanted to combine action RPG loot progression with third-person melee combat to create what we think. Oh, God of War, 100%. The looter slasher. يا عمي رهيبة. Our game is therefore one part gear-driven and one part player skill-driven. In other words, not only do we want you to find exquisite weapons with powerful loot traits, but we also want you to have that feeling. Accomplishment for mastering a wide set of combat. Oh, يا أخي شو بدي على five. صدق؟ هذه على five أكيد. Now is a mid. لا أقصد يعني يبي لي ألعب على five كذا. مو بيسي. لعبة بيسي أنا والله. بلاي ستيشن 5 و إبك. ما مو على إكس بوكس والله. إيه حصرية. بلاي ستيشن 5 والبي سي فقط. أوه نايس أهم شيء بي سي. ما عندي مشكلة عادي ما عندي شوارع ما عندي شيء. متى جالسك تخلص؟ واو وش ذا؟ جالسك تخلص في شهر 8 وش ذي؟ تكفى لا تكون ام ام او من منظور سماوي ما تكفون لا تخربون اللعبة ذي بمنظور سماوي تكفون طالبكم تكفون طالبكم يا ابو عيد فيرست بيرسون ولا ثيرد بيرسون؟ ابغاها فيرست بيرسون ثيرد بيرسون بس لا تكون منظور اللي تخبره انت منظور حاشا لا تستعجل هذه لعبة انت ذكرتها قبل شوي اوكي فيرد بيرسون عليه والله العظيم شكلها رهيب بس لا يخربونها بس بالمنظور حقها فيرد بيرسون اي هلا والله واضح انها رهيبة يا ابو عيدة ربك قايل لك ساعة شكلها حلو شو اسمه الزبدة؟ ايوه ارحب شادو اوف موردر فيها خلط ملط مورتال شيل والله رهيبة مورتال شيل دي ايوه مورتال شيل اللي دخلنا السيرفر حقها سيرفر حقها ما فهم اي والله دخلنا السيرفر حقها تذكر ننتظرها ذي من زمان هذه هي ناسي والله ناسي دقيقة روح مكتب بيتا اكسس اللي في الديسكورد تذكر اي موجود الديسكورد حقه عندي شوف هذا جيم بلاي منها كامنج 2020 يوقف الزمن ايوه موجودة على ابنك ومستين طيب كيف بنجيبها؟ من بيت ابك جيمز موجودة الحين نقدر ناخذها الاكسس بيتا؟ لا 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 البيتا لازم تشوفها بالديسكورد يعطونا كود يعني؟ ايه وين الكود؟ وين يعطونه؟ والله ما ادري علمك وانا اخوك انا بس اتذكر ان احنا ننتظر منهم شيء عشتونا شيء
Over the last decade, developer Red Barrels has given us the most messed up games ever created. والله إيه. The next game in the Outlaw series is more mind-numbing terror. Okay. But this time. أخيرا ما بغينا. إي والله لنا ساعتين وربع يا جماعة الربع ننتظر الشيء ذا. يلا. خلاص خلص اللي بعده. الله يسلمك تطلع بات الريال. لا أمزح أمزح. خلينا نشوف. على قولتك باتل رويال بقول لك رد ساعتين من حياتي. كوبي رايت عليها هذه. لا بس بداية ترى أوتلاست في الحرب الباردة كيف بدت ماركوف. يعني ايش بدايته؟ مو بداية أوت، بداية ماركوف كيف بدوا التجارب وذي الأمور. ماركوف هذا روسي. لا ماركوف الشركة اللي بالجزء الأول. والله إيه. هنا يورونك هذه الأحداث راح تكون قبل الجزء الأول اللي سمعته أنا. أوكي. أكيد يجي دم عليها الحين. أوه. بيدي another subject what؟ أوه ما فيها ليت صدق اللعبة على طول نت ذاش اسمها نت فيجن. أوكي. واو. أوكي. Freedom and end 2020. Freedom ends in 2021. الحرية احتجب 2021. 2020 PC gaming show is now complete. Thank you so much. بس كذا حدث اوتلاست. بس احسب في شيء مهم على الاقل جيم بلاي ولا شيء يعني يرون شلون في اللعب. المهم سمعنا عن هذا انا ما في شيء يعني عرفت في بعض الاشياء الحلوه لكن يعني لو حاطين اوتلاست من البدايه كان افضلهم يعني عرض تشويقي مفروض. Now before I say goodbye, I want to give a warm thanks and a chance for my co-host to say goodbye. Thanks again, DevBot. رجال تكفر روح. اي والله. كان المفروض اصلا يرونا عرض يعني على الاقل جيم بلاي معاه لان ساعتين قاعدين ننتظر نص على بال ما يعلنوا عن هذه اللعبة. فكرة اللعبة على قولتك هي كواب وما شلون عاد بنشوف شلون. ركب له نايت جوجلز الرجال. وقال له روح عطني التجربة الثانية. ركب لهم نظارات وقطكم بالمستشفى وقعد أهرب من الوحوش. والله ما أدري كيف بتكون فكرة اللعبة صراحة ما ورونا جيم بلاي فما أقدر تحكم أكثر من كذا. لكن بنشوف ليه نزلت كيف راح يكون الوضع. أول ما فرض جيم بلاي بسيط على الأقل شلون يشوفون شلون وضع الكواب في لعبة أوتلاست. شيء جديد يعني تعرف كان أول بس عندك كاميرا وأنت تصور الحدث اللي موجود في على حسب القصة اللي موجودة الجزء الأول الثاني. الحين لا الحين بس نايت جوجلز وبس. إيه بس تظهر تطفى في بعض الأحيان. أكيد راح تطفى بس كيف بتجيب بطاريات إذا هم زرعوها براسك زرعة اللي شوفوها. لا 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 مو بطارية تخبط تطفى بعدين تشتغل في وضع معين بس. أوه ممكن يب. ايه بس كذا اللعبه بتكون نايت جوجلز طول الوقت تلعب منظور ليلي احس ما ادري ممكن ما ندري الان بس اللي شفناه منظور ليلي طول الوقت اتوقع تقدر تتحكم فيها تقدر تشغلها وتطفيها الظاهر. اوكي هذا ما في شيء يعني مميز بصراحه بالتريلر شيء بسيط حسب والله ساعتها لو انا جاي من البدايه كان فكر شيء عروض صراحه حق العاب حلوه يب.